في إطار برنامج النشاطات الثقافية والفنية للمركز الثقافي الفرنسي بمدينة عنابة، استضافت كنيسة القديس أوغستان عازف الجيتار الفرنسي الشهير تيبولت كوفان لإحياء وصلات موسيقية أمام جمهور نوعي أغلبه من المثقفين والفنانين، بالإضافة إلى وجوه محلية بارزة. الجلسة الموسيقية كانت متميزة باكتشاف جمهور مدينة عنابة لهذا العازف الفرنسي الذي رسم بأنامله مشاهد وصور أعاد بها الحضور إلى الزمن القديم للحضارة اللاتينية المفعمة بسحر الثقافة الشرقية وتنوعها وتفرعها، لتتحول إلى أبجديات إيحائية يفهمها الجميع. الحاضرون لهذه الوصلة الموسيقية لعازف الجيتار الشهير الفرنسي تيبولت كوفان، وفي مقدمتهم القنصل العام لفرنسا بعنابة ومدير المركز الثقافي الفرنسي، عبروا في ميكروفون قناة نوميديا نيوز عن سعادتهم بهذا التحليق الفني الذي لا يحتاج حسبهم إلى ترجمة ما دامت أحاسيس الجيتار يفهمها الجميع. Je pense qu'il est indispensable d'avoir un échange culturel des deux côtés de la Méditerranée et notamment de pouvoir vivre des musiques comme cet auteur l'a vécu à travers les différentes villes qu'il a visitées. On a l'impression avec lui de traverser les frontières et de découvrir de nouveaux mondes. Très, très belle soirée, très beau concert et un guitariste exceptionnel. On est très heureux de l'avoir accueilli ici dans ce lieu magnifique à Annaba. والله سهرة سهرة رائعة رائعة، وخاصة أنه الموسيقار شاب مازال صغير، ويريد أنه تكون في عنابة أكثر مظاهرات من هذا المثل، خاطر أنا شايف أنه يعني عنابة هي ما يسمى باللغة الفرنسية لو بارون بوفر، الميدان الثقافي، يعني سي ديزير كولتوريل حقيقة، وين مهما تكون كمناسبة الواحد يجري لها، خاطر ما كانش بزاف يعني تظاهرات هكا ثقافية ولا موسيقية ولا يعني، والشعب والناس متعطشة للشيء هذا. كونسير تاع الجيتاريست كي جيتاريست فنان كبير في اوروبا، احنا هذه ماذا بينا نزيدوا تفتحوا على مهرجانات اخرى، وان شاء الله راح نديروا دوتر كونسير افيك دوتر جيتاريست ولا فيولونيست ايسي لهنايا في الكنيسيه ولا ايور. منشط هذه الليله المهربه من الزمن الاغريقي القديم قال لنوميديا نيوز انه مبهور بتفاعل جمهور عنابة لهذه الرحله الموسيقيه الغائره في عمق التاريخ. Tout à fait, j'espère revenir à Annaba bientôt, mais ce concert est dans le cadre d'une tournée ici en Algérie qui a commencé à Alger. J'ai joué hier à Constantine, je jouerai ensuite demain à Oran et ça se terminera à Tlemcen. Donc 5 concerts dans le pays, j'ai cette chance de revenir ici, de découvrir. Je suis vraiment très content et j'espère avoir le bonheur de revenir à Annaba une année prochaine. وإن كان الجميع في كنيسة القديس أوغستان بعنابة قد اخترق جدار الصمت الذي عادة ما يميز طقوس هذا المعبد المسيحي، فإن هذه الليلة المهربة من الزمن الإغريقي الجميل قد أعادت لهذه الأعمدة وهجة التفاعل إلى حد التصفيق وصرخات الإعجاب.